مرحبا بكم. في اليوم 20 من الحرب الروسية في أوكرانيا تتباطأ وتيرة التطورات الميدانية في عموم البلاد، حيث هز انفجار قوي كما يظهر في العاصمة الأوكرانية كييف إثر تصاعد القتال في الأيام الأخيرة في محيطها، في وقت فر قرابة نصف مليون أو نصف سكان المدينة هربا من المعارك. في ماريوبول كما يظهر على الشاشة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير جميع نقاط إطلاق النار التي استخدمتها القوات الأوكرانية في ضواحي المدينة بعد معارك متواصلة منذ أيام. أما السلطات في ماريوبول أيضا في نفس المنطقة تتحدث عن آلاف القتلى من المدنيين نتيجة القصف الروسي، وعمدة المدينة يتحدث ويؤكد أنها باتت غير صالحة للسكن. نبقى مع الخسائر المدنية، حيث أعلن مسؤول حكومي أوكراني عن مقتل 19 شخصا إثر استهداف الجيش الروسي برجا للبث التلفزيوني في مدينة ريفن، والتي تظهر على الشاشة في شمال غربي أوكرانيا. أما الآن فنترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.